السلام عليكم، جيسبر كو راكم بخير. مرحبا بكم فيديو جديد على لا فيسكاليتي. الموضوع تاعنا تاع اليوم هو لا تاكس دو فورماسيون اي دابرونتيساج. باش تفهموا بها الضريبه وعلاش داروها، نروحوا ديريكتومون نهضروا على المؤسسه وشنو هي الحاجه المهمه كامل في المؤسسه. رانا كامل داكور بلي البيرسونال، العنصر البشري، هو الحاجه المهمه كاع. هذه حاجه باينه باسكو هو اللي يسير المؤسسه. دونك لو بيرسونال هذا لازم يكون متمكن، لازم يكون فعال، لازم يكون قد المسؤولية هكذا باش يقدر يقود المؤسسة نحو تحقيق الأرباح و تكون في الطريق المستقيم. دونك كا كونطرار وين يكون لو بيرسونال هذا يكون انكومبيتون هيدو، المؤسسة هذه تطول ولا تخسر راح تروح فيها وطيح فايد. دونك باش لو بيرسونال هذا يقدر يسير المؤسسة بطريقة مليحة لازم تكون لا كومبيتونس، ولا كومبيتونس هذه كيفاش تجي بالتعليم المستمر، لا فورماسيون. البيرسونيل هذا لازم يقرا باش يقدر يفيد المؤسسه، هذه حاجه باينه وما فيهاش نقاش. البيرسونيل هذا لازم تكون لا فورماسيون كونتينيو، لازم يقرا باش يقدر يفيد المؤسسه اللي راهو يخدم فيها. بور سو لا المشرع واش يقول، هذه حاجه مليحه، يقول لك بلي 1% دو لا سالاريال اني ديستيني على فورماسيون. دونك هاد لاصوم رايحه سواء بعت البيرسونيل اون فورماسيون ولا ما بعتش، باش تفهموا بيان. دونك انت اذا 1% من السالاريال تاعك صرفتو على الخدامين تاعك وبعتهم يديروا فورماسيون، وهذه حاجه مليحه للشركه باسكو البيرسونيل هذا راه يتعلم ويقدر يفيد المؤسسه. دون لو كا وين انت ما صرفتش لي 1% من السالاريال، ما بعتش البيرسونيل يدير فورماسيون، راك رايح تمدها بارده لي زامبو. هكذا لي زامبو هما اللي راح يدو 1% دو لا ماس سالاريال. واش راح تستفاد المؤسسه؟ ما تستفاد من والو. باغ كونطر هنايا سي تان انفيستيسمون للمؤسسه باسكو انفيستات دراهم على البيرسونيل تاعها وعلماتو، دونك سيرمون راح يرجع لها راح ترجع فوائد. هكذا باغ كونطر انت كي تمد هاد لي زامبو ماك راح تربح والو. وهنايا كاين لي زونتربريزمون مالوروزمون يبريفيريو يروحوا يمدوا هاد لي زامبو وما يبعثوش البيرسونيل تاعهم يدير دي فورماسيون. اي سي فريمون دوماج، سي لا بيور موفيز جيستيون باسكو والله سي شغل تجي تفهم تحير. انا جو بريفير نبعث البيرسونيل يدير فورماسيون والشركه تستفاد مش قرا ومن التجربه تاعهم ايتو، كو نروح نمدها لي زامبو هكذاك بارده وما راح نربح والو. بون اشخاص هادو اللي راح يمدهم لي زامبو مي باش البيرسونيل تقرا، انا شغل لو سول تخمام اللي تخمم فيه سي كو يخافوا على لي بوست تاعهم، يخافوا يبعثوا البيرسونيل تاعهم اون فورماسيون غدوة من غدوة لو بيرسونيل هذا كي يولي كومبيتون يقدر يديرهم بلاصتهم. دونك سي بور سا يبريفيريو يمدوهم لي زامبو اي سي فريمون فريمون دوماج. و حنزيد لكم حاجة، المؤسسة شت كي تبعث تمدهم لي زامبو رايحة تزيد تخسر كتر. دونك شوف تبعوني بيان باش تعرفوا علاش. بون دوك راح ندير لكم ليزومبل باش تفهموا بيان بلي المؤسسه هذه اللي ما تبعتش البيرسونيل ديال فورماسيون تروح تمدهم ليزومبل راح تخسر اكثر. باش تفهموا بيان راح ندير لكم مثال. بون هنايا هذه اللي بعثوا يديرنا البيرسونيل ديال فورماسيون، وهذه اللي مدوهم ليزومبل، هذه اللي ما يبعثوش البيرسونيل ديال فورماسيون. نقولوا عندنا نتيجه محاسبيه ريزولتا كونطابل يساوي 1 مليون دو دينار. هكذا la même entreprise شوفوا la même entreprise شوفوا كي تبعت البيرسونيل ديال فورماسيون كي ما تبعتش، شوفوا لا ديفيرونس. نقولوا هنايا عندنا لا شارج تاع لا فورماسيون 1% دو لا سالاريال، هادي صرفتهم على لا فورماسيون نقولوا 500 ألف، وعندنا ريزولتا فيسكال يساوي نقولوا بار اكزومبل 2 مليون. هايدا مثال فقط. وهنايا وين لونتربريز ما بعثتش البيرسونيل يدير دي فورماسيون، دونك مدتهم لي زامبو. هايدا 1% دو لا ماس سالاريال راحت لي زامبو اللي هي 500 ألف. هايدا هنا لو ريزولتا فيسكال راح يتبدل. وعلاش؟ باسكو لو فيسك يعتبرها هادي بيناليتي، لو فيسك يعتبر هاد لاشارج هادي ما يصعبش بها، يقولك انا ما صعبش لك بهاد لاشارج تاع
تاع 500,000 لانني اعتبرها بيناليتي. وعلاش؟ باسكو نتايا كنت قادر تبعت البيرسونيل ديال فورماسيون ونكسبتي لك نورمالمون هاد لي شارج، انت ما بعتش للبيرسونيل ديال فورماسيون، دونك انا ما نقبلكش هاد لا شارج. دونك هاد لا شارج في طابلو نيميرو 9 نديرو لها لا ريانتيغراسيون. هاد لا شارج مقبوله محاسبيا ومرفوضه جبائيا. بار كونتر لا شارج تاع لا فورماسيون مقبوله محاسبيا ومقبوله جبائيا، مي هنايا لا لا الفيسكال يعتبرها كوم سي سي اون بيناليتي. دونك هنا واش راح دير؟ 2 مليون ريزلتا فيسكال، تزيد لها 500,000، تزيد لها 500,000 راح تعطي لك 2,500,000 لو ريزلتا فيسكال. هايديك بار كونت هنا 2 مليون. دونك نتايا كي تجي راح تحسب لي بي اس ديالك راك راح تخلص لي زامبو كثر هكذا، اوليو تخلص على 2 ملايين راك راح تخلص على 2,500,000 فوالا. تسمى المؤسسة كيما تبعتش البيرسونيل تاعها يدير دي فورماسيون رايحة تزيد تخسر أكثر. فوالا، وشكون هما المؤسسات المعنية بهاد لا تاكس دو فورماسيون؟ لي هما لي زونتربريز لي عندهم بلوس دو 20 ترافايور، يكون عندهم أكثر من 20 خدام. كملنا لو بروميي بوان على لا تاكس دو فورماسيون، دوكا نروحو نشوفو لو دوزيام بوان على لا تاكس دابرونتيساج. بون كيف كيف النسبة سي 1% من الراس الصالاريال، سوف كو هنايا لا تاكس دو فورماسيون شفنا بلي الدولة تشجع المؤسسات باش يباتو البيرسونال تاعهم اون فورماسيون، مي هنا سي اوتر شوز، هنا الدولة تشجع المؤسسات باش يستقبلو لي ستاجيار، كي نهضر على لي ستاجيار ماشي لي ستاجيار تاع لونيفرسيتي مي بلوطون تاع التكوين المهني تاع لو سونتر، باسكو لا دوري تاع ستاج لازم تكون مينيموم عام حتى 3 سنين. دونك فوالا المؤسسات اللي تستقبل دي ستاجيار ما راحش يخلصوا هاد لا تاكس، بار كونتر المؤسسه اللي ما تستقبلش دي ستاجيار راح يخلصوا هاد لا تاكس اللي هي لا تاكس دابرونتيساج. وباش تعرفوا شحال لازم يكون عندكم لي زابرونتي هامليك دو 1 إلى 5، كي يكون الخدامين تاع المؤسسه من 1 إلى 5 لازم يكون عندهم ان ابرونتي، من 6 إلى 10 دو زابرونتي، من 11 إلى 20 3 لي زابرونتي، 21 40 4 لي زابرونتي، من 41 ل100 يكونوا عندك 5 متربصين، و101 حتى 500 لازم يكون عندك ان ابرونتي بور شاك 20 ترافايور، و بلوس دو 500 ترافايور لازم يكون عندك 5% دي زابرونتي 5% من ليفيكتيف، راك عندك بلوس دو 500 باغ اكزومبل 1000 تضربها فوا 5% لازم يكون عندكم هادوك لي زابرونتي. لا سورس من جبت لي زانفورماسيون سي لا لوا نيميرو 1810 لي خرجت لو 10 جوان 2018 في الجورنال اوفيسيال نيميرو 35 دو 13 جوان 2018. اي لا تاكس دابرونتيساج هادي سي لا ميم شوز، لو فيسك ما يستعرفش بها. دون كا وين انت ما استقبلتش دي ستاجيار هكذا وخلصت هاد لا تاكس هادي، في طابلو نيميرو 9 راك راح تعاود دير لا ريانتيغراسيون تاعها، باسكو لو فيسك ما يقبلها لكش. هاد لا شارج هادي مرفوضة جبائيا، يقبلها لو اس اي اف مي جبائيا راهي مرفوضة، باسكو يقول لك بلي نتايا كنت قادر تستقبل دي ستاجيار، لافوز تاعك نتا ما استقبلش، دونك انا هاد لا تاكس هادي ما نستعرفلكش بها. فوالا دونك بور ايفيتي هاد لا تاكس هكذا، باسكو شفنا بلي المؤسسة تخسر باتو البيرسونيل يدير دي فورماسيون و راح تعود لكم فائده، باسكو البيرسونيل هذا راح يتعلم ويقدر يفيد المؤسسه، واستقبلوا دي ستاجيير ليكيب. صحه صيامكم وصحه فطورك، واذا عجبتك لاشين تاعي وعجبتك الفيديو ابوني ودير لايك. سلام.